انت مشغول بالتليفون والتويتر والفيس، وانت مشغولة بحلم كرسي المجالس البرلمانية يا سعادة. انت تحارب النجاح، ونجاحك انت لما تحمي اولادك من المخاطر المحيطة بهم. تحميهم من ايش؟ من نسمة الهواء والمخدرات والايدز. تفكرني اسكت، والعلاقات المحرمة والسجون والعنوسة بعد. مشاهدي الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياتكم. هل خيل إليكم يوما أن فيض النعم التي نحيا بها هي إلهاء عن المضي في طريق النجاح؟ كيف استطاع ذوي الإعاقة أن يذيبوا اليأس في نفوسهم لتزهر الإعاقات بلطف الله أملا وإنجازا، ليتحدوا الظروف التي حالت بينهم وبين العيش بحياة طبيعية؟ وما هي التحديات التي تعترض طريقهم في كل يوم؟ حقوق ذوي الإعاقة كفلتها القوانين المحلية والدولية، فهل هم ينعمون بها اليوم أم لا يزال البعض يطالب بها؟ وهل هناك خطة مستقبلية لتوحيد الجهود تحت مظلة مؤسسية واحدة؟ وكيف تصبح الإعاقة بداية انطلاقة لحياة أفضل؟ لنتعرف على إجابة هذه الأسئلة ولنقترب من حال ذوي الإعاقة، تابعونا في حلقة الليلة من حياتكم. مشاهدي الأعزاء، نرحب بكم مرة أخرى، وأهلا ومرحبا بكم. باسمكم جميعا نرحب بضيوف حلقة هذا المساء، صاحب السمو السيد فيصل بن تركي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل، والأستاذ حمود بن مرداد الشبيبي، مدير عام مساعد لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا وسهلا فيكم. يا هلا. خلينا نبتدي مع الأستاذ حمود في البداية، وبعدين اعذرونا نترك الألقاب جانبا حتى نستطيع من التحدث بحرية أكثر، اسمحوا لنا يعني. في البداية حابين نتعرف على واقع ذوي الإعاقة من حيث جهود وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الداعمة لهذه الفئة. نعم، شكرا لكم، وشكرا أيضا على اهتمامكم بطرح قضية الإعاقة. حقيقة واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، طبعا لو أخذناها من حيث حجم الإعاقة، طبعا يقدر حجم الإعاقة وفق التعداد العام للسكان في 2010 بأنه يمثل 3.2% من مجموع عدد السكان. نعم. أي عدد يعني 63,506. وأيضا في قاعدة بيانات أيضا موجودة لدى الوزارة، اللي هي أيضا تسجل الأشخاص ذوي الإعاقة وتصدر لهم بطاقات، وأيضا عدد المسجلين في نظام الوزارة يصل إلى 33,664 حالة. تتعامل الوزارة مع هذه الحالات من خلال واقع عملها واختصاصها الأصيل، تقديم خدمات التأهيل من خلال طبعا 28 مؤسسة أو مركز حكومي بمختلف ولايات السلطنة أو مختلف محافظات السلطنة. هذه المراكز تستوعب ما يقدر ب 4,000 حالة.
كذلك هناك مراكز أيضا خاصة أيضا تقدم خدمات التأهيل، يصل عددها الآن إلى 21 مركز خاص، وكذلك هناك 10 مراكز تأهيل تتبع أيضا القطاع الأهلي، تتبع جمعية رعاية الأطفال المعاقين. جميع هذه المؤسسات تقدم خدمات التأهيل. بجانب خدمات التأهيل هناك أيضا خدمات المساندة احنا نسميها، مثل صرف المعاش الضمان الاجتماعي لبعض الحالات اللي هي أيضا تستحق طبعا بموجب قانون الضمان. نعم. وهذه تقريبا يبلغ عددها في حدود 22 ألف حالة من حالات الأشخاص ذوي الإعاقة. ذوي الإعاقة. يتم صرف لهم معاشات الضمان الاجتماعي. نعم. كذلك أيضا هناك الأجهزة التعويضية والمساعدة أو الوسائل المساعدة أيضا التي تساعد الأشخاص على التنقل، على الحركة، على أن يعيش حياته بشكل أقرب. هذا كل الوزارة. هذا كل الوزارة تقدمه طبعا. نعم. بالمجان طبعا. نعم. أيضا لأن هناك في لائحة تنظم هذا الأمر، اللي هي اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة. نعم. صادرة بموجب القرار الوزاري رقم 235 على 2014. عدد المستفيدين خلال بس الأشهر الأولى من سنة 2016 وفي حدود قرابة 700 حالة خلال الشهور الأولى من هذا العام. نعم. بجانب ذلك أيضا الوزارة طبعا تصرف كما قلنا بطاقة الشخص ذوي إعاقة، وهو يعتبر يعني مستند رسمي لإثبات هذه الإعاقة ولحفظ أيضا كرامة الشخص، بعيدا عن مسألة الرسائل وما رسائل لإثبات الإعاقة، وإنما هي هوية تكون موجودة معه يقدر من خلالها يتعامل مع أي جهة حكومية أو خاصة تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. قلت المسجلين. نعم. في أشخاص ذوي إعاقة ما يكونوا مسجلين؟ نتوقع طبعا، لأنه لما نجي ننظر إلى النسبة أو نجي نعمل عملية مقارنة بين ما أفرد التعداد وبين الواقع المسجلين، إحنا نعتقد أنه هناك في حالات لا تزال غير مسجلة، وقد تكون لها أسباب الخاصة، قد تكون نتيجة لأسباب عدم رغبة الأسر بتسجيل أبنائهم. بعض الحالات تقول والله نحن لسنا بحاجة إلى خدمات مثلا التنمية الاجتماعية، وبالتالي يروا قد يكون ليس من الضرور تسجيل، ولكن هذا أمر يعني حقيقة أيضا من غير المناسب، يعني لأنه قضية وجود قاعدة بيانات دقيقة أيضا تساعدنا نحن في قضية التخطيط لخدمات التأهيل. صحيح. وقضية أيضا انتشار هذه الخدمات وتوزيعها الجغرافي، وانتشار الوعي، وانتشار أيضا الوعي والمجتمع. والله عندنا هذا العدد. نعم. ومطلوب مننا كمجتمع العمل. نعم. مع هذا العدد. نعم. وبالتالي أيضا الآن الوزارة تقريبا أغلب خدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة مربوطة باستخراج البطاقة، أيضا نوع من أنواع اللي تساعدنا إحنا إنه نجعل من هؤلاء الأشخاص إنهم أيضا يبادروا ويسجلوا في النظام. نعم. أي نعم. سيد فيصل، خلنا قبل نتكلم عن جمعية الأمل، في حلقات سابقة تكلمنا عن الجمعيات الأهلية وكيف إنه العمل التطوعي للأسف ما وصل إلى بعض الأفراد بالصورة اللي المفروض يكون عليها. كلمنا عن العمل التطوعي وكيف ممكن نأصل هذا الجانب بين الأفراد العمانيين. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا كل الشكر والتقدير للاستضافة، ويمكن شيء بالشيء يذكر في بعض المشاركات ويمكن في التغطيات الإعلامية اللي كنا دائما نتكلم عنها. أولا قبل كل شيء، إذا أتكلم عن نفسي فأنا متطوع، اخترت أني أتطوع في مجال أعتقد أنه مجال مهم جدا، لفئة أعتقد مهمة جدا كذلك، ولفئة كذلك تعاني كثير من التحديات في مدى اهتمام فئات المجتمع بها، ونحن نتكلم عن الإعاقات الذهنية تحديدا. فكان بكل بساطة هو أول عمل تطوعي بالنسبة لي، وكان يمكن نوعا ما صدفة، كلام أدى إلى كلام، ومسؤولين من وزارة التنمية الاجتماعية كانوا يكلموني أنا وغيري على موضوع الالتحاق بجمعية، لا هي كانت كذلك فكرة إشهار الجمعية. فبدأ مشوار طويل، وقبل الإشهار بتقريبا 3 سنوات قبل الإشهار الرسمي، وبعدها تقريبا 5 سنوات، نحن نتكلم عن 8 سنوات. ومثل ما تفضلتي، يمكن أكبر تحدي يواجه القائمين على الجمعيات اللي هو يعني إما هو إيصال الرسالة، المشكلة الأكبر أنه يعني الحماس موجود، لكن أعتقد أنه إلى درجة كبيرة ثقافة أنه العمل التطوعي هو مقصور فقط على مثلا متى ما تطلب الأمر فأنا مسجل في هذه الجمعية وسوف أتلقى الرسالة وراح أحضر. لما تنتقل المسؤولية أو ما هو متوقع إلى جانب يتعلق بجانب الإداري ويصير عمل مؤسسي،
على طول الأعداد تنخفض وتقل، وعلى طول كذلك إلى حد ما، وهنا نقطة خلاف، العمل التطوعي ينتقل من ما، هل هو بأجر أم من غير أجر؟ وأعتقد كذلك من تجربتنا نحن اللي شفنا إن ما ممكن تتوقع الجمعيات إن كل الأعمال اللي محتاجة تنها تكون كذلك على مبدأ العمل التطوعي. هناك أعمال إدارية تتطلب إن كذلك تخصصية واستمرارية كذلك، ولضمان وجود الأفراد يجب أن يكون هناك في عائد مادي طبعا. فنفس الشيء، هل وصلنا لقناعة إن نحن وعي العمل التطوعي مثل ما يقولوا نضج؟ في بعض الجوانب يمكن الشباب الحين ما شاء الله من خلال الفرقة التطوعية غيرها، لكن لما ندخل على العمل المؤسسي أعتقد معظم الإدارات في الجمعيات بما فيها نحن نعاني من التذبذب في الإقبال على، وإن وجد الإقبال تنخفض الأعداد مباشرة، وهذا طبعا يأثر كثير على استمرارية البرامج. يعني تخيلي أنت عندك شخص ماسك البرنامج لمدة سنة أو سنة نص وفجأة يخرج أو تخرج ويأتي شخص من البداية يتكلم عنها ينسف كل هاي. خلينا نعرف أنتوا من تخدمون، أي الفئات اللي تخدموها الجمعية؟ طيب نحن طبعا أساس بس نبدأ بسيط، نحن إشهار الجمعية أساسا كان بغرض خدمة برنامج دولي. هي حركة دولية تسمى بالأولمبياد الخاص. واللغط اللي يصير في الأولمبياد الخاص اللي هو بما المتعارف عليه هناك الأولمبياد الدولي. دول تتنافس فيما بينها من خلال متسابقين للحصول على المراكز الأولى والثانية والثالثة. بعدين في هناك ما يسمى البارا أولمبيكس اللي هي الإعاقات الحركية. بعدين يأتي مستوى ثالث يمكن الكثير ما يعرف عنه يسمى حركة الأولمبياد الخاص. الأولمبياد الخاص هي حركة رياضية تركز على ذوي الإعاقة الذهنية، الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية. هي حركة تأسست من تقريبا في الستينيات في الولايات الأمريكية المتحدة، واليوم انتشرت حول العالم تقريبا أكثر من 170 دولة لديها برنامج يطلق عليه برنامج الأولمبياد الخاص وبعدين ينسب للدولة. مثلا برنامج الأولمبياد الخاص العماني، مثلا العراقي، مثلا على حسب الدولة. بعض الدول يقول في أكثر من برنامج. فنحن باختصار جمعية تعنى وتلتزم كذلك بالضوابط اللي هي والأعراف الدولية فيما يتعلق بتقديم برامج تخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية. في مجملها تركز على الجانب الرياضي، وهناك جانب صحي، وهناك جانب أسري. بشكل عام. ممكن بعدين نحن خلال هذا نستفيد إن شاء الله فيها. أستاذة أحمود، خلينا نعرف مدى وجود خطط واستراتيجيات لتبني سياسة دمج ذوي الإعاقة في المدارس، والكل يشكي أنه هذا الدمج غير موجود. هل هناك بعض الإعاقات التي لا نستطيع أن نقول أنها تستطيع الدمج في المدارس؟ هو على كل حال يعني دائما التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة هو تعامل فردي وليس جماعي. بمعنى أن كل شخص من ذوي الإعاقة له قدرات مختلفة عن زميله أو عن الآخر. لكن هدف التأهيل هو الوصول بالشخص ذوي الإعاقة إلى مرحلة الدمج، سواء كان دمج تعليمي أو دمج مجتمعي في الحياة العامة وفي العمل والوظائف وفي السوق وفي المناشط الحياة المختلفة. تبقى هناك قدرات، وتبقى هناك أيضا مستوى ونوع وجودة أيضا التأهيل ليوصل الشخص إلى هذا المستوى وقابليته لهذا الدمج. الدمج حقيقة في المدارس طبعا ما في شك أنه هو طبعا اختصاص أصيل من اختصاص زملائنا في وزارة التربية والتعليم، ولكن نحن شركاء معهم في هذا البرنامج، ويعني تجمعنا بهم لقاءات مشتركة وعمل مشترك، وأيضا هم شغالين ويبذلوا مجهود في مسألة هذا الموضوع. لكن الدمج القائم الآن هو ما يسمى بالدمج الجزئي، يعني ليس الدمج الكلي. هو طبعا الدمج الكلي صعب جداً، في محتاج إلى بعض التحديات. لكن هم الآن يشتغلوا على دمج إعاقتين فقط، هي إعاقة العقلية أو الإعاقة العقلية، والإعاقة أيضا السمعية. أما الإعاقات الجسدية والحركية فهي تدخل، هم ما معتبرينها من ضمن الحالات اللي محتاجة إلى دمج، لأن هذه أصلا موجودة في المدارس وتدرس ما في عندها أي إشكاليات. الآن طبعا أيضا من خلال طبعا تواصلنا ولقاءاتنا الدائمة معهم، هم الآن جالسين أيضا يشتغلوا على يعني موضوع استراتيجية لدمج أيضا حالات التوحد في المدارس، وهي أيضا من ضمن الحالات التي الآن تشكل إلحاح وأهمية على أهمية دمجها وأهمية أنها تحظى، لأنه لغاية الآن ما زالت حالات التوحد موجودة في مراكز التأهيل فقط، يعني ما انتقلت إلى المرحلة الثانية واللي هي مرحلة كان في حلقة من الحلقات كنا نتكلم عن التوحد، كانوا يتكلموا الأسر أنه
أطفالنا ما يحصلوا الرعاية الصحيحة للتعليم. ولكن أعتقد هناك جهود تبذل، يعني إحنا خلال هذا الأسبوع أمس تحديدا كان لنا لقاء أيضا أو اجتماع مع زملاء وزارة التربية والتعليم، وكانوا يتكلموا عن أنه راح يكون في شيء قريب كبرنامج، يعني هم يسميه برنامج ربما تجريبي في مسألة دمج حالات التوحد، نأمل أنه يعني يكتب له النجاح ونحقق، لكن احنا متكاملين معهم في هذا المجهود وربنا يوفق ان شاء الله. يعني ذوي الاعاقه وجودهم مع اطفالنا الاسوياء شيء صحي، يعلم الطفل ان هناك اختلافات معينه لكن غير سيئه، يجب ان نكون كلنا وحده واحده. نعم، هو يعمل نوع من انواع التوعيه ونوع من انواع ايضا القبول وعدم الاستغراب وعدم يعني بحيث انه يكونوا في نفس المكان. يعني سيد فيصل ذكر حمود انه فعلا لكل اعاقه معامله خاصه او اسلوب خاص في التعامل معها. بالنسبه لجمعيه الامل، ايش هي الانشطه او اللي تقدمه لذوي الاعاقه الذهنيه؟ يمكن انا عرجت ان في ناس في تخلط بين جمعيه الامل، هل جمعيه الامل لديها مقر او لديها عفوا مراكز؟ نحن في المرحله هذه ما عندنا مراكز. نحن الرافد الأساسي من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ذكور أو إناث نعتمد طبعاً على المراكز اللي موجودة، المراكز الأهلية، المراكز اللي هي الوفاء اللي تابعة وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها، هم اللي يرفدونا بالأعداد. نحن نشتغل ونجتهد على برامج، فلما نتكلم على البرامج طبعاً البعد الرياضي هو تخصصنا. من واقع بسيط، الإعاقة الذهنية ثبتت من خلال الدراسات أنه الرياضة تلعب على جانبين، تعزيز اللي هو التمكين الجسدي وكذلك اللي هو تعزيز الحس الإدراكي كذلك من خلال الرياضة. ونحن شفنا ما شاء الله يعني أسرة تنظر إلى ابنها أو بنتها كمعاق ما في أي جدوى منه إلى شخص هو بطل أو بطلة يتقلد مثالية، وهذا في حد ذاته يلعب دور نفسي كثير حتى على أثر هذا. وممكن بنتكلم بعدين كيف نحن حاولنا نواصل المرحلة هذه. لاحظنا أنه طيب من اللي نشركهم في البرامج؟ نراعي شيئين، نراعي طبعا الفئة العمرية ونراعي اللي هي القدرات كذلك، بحيث أنه حتى نفسيا هذه نحن مطالبين نراعيها، بمعنى ما ممكن أجيب شخص قدراته الاثنين يصنفوا إعاقة ذهنية أو فكرية ولكن شخص عنده قدرات أعلى. فنحن نعمل أولا ما يسمى التصنيف وبعدين نوزعهم في فئات، أحيانا نراعي العمر بس اللي أهم نراعي اللي هي القدرات والآخرة. فلاحظنا أنه فعلا في جانب كبير من الرياضة بس اللي وبعدين عندنا طبعا البرنامج الصحي. البرنامج الصحي الهدف منه أنه نحن أرجع وأقول مصطلح اللاعبين من ذوي الإعاقة الذهنية على أساس نبعد عن سيكولوجية استخدام كلمة المعاق في هذه الحالة. فلاحظنا أنه كذلك أنه معظم الحالات اللي نحن نشركها في الألعاب سواء في سلطنة عمان أو كان على المستوى الإقليمي أو الدولي، فجأة نكتشف أن في حالة صحية موجودة ما اكتشفناها إلا فجأة. ليش؟ لأن معظم الحالات ما عندهم القدرة أنه يعبر عن الألم. وإذا عبر عن الألم يعبر بطريقة ممكن تكون نوعا ما يعني غير مفهومة. فدخل البرنامج، ضمن البرنامج لازم يكون هناك في كل فعالية وبشكل عام حث على تعزيز ثقافة اللي هي الأيام الصحية أو المهرجانات الصحية. وهنا نأتي إلى تعزيز دور المتطوعين، هنا نتكلم على فئة الدكاترة والتخصصات. صحيح. بحيث أن ندخل أكبر عدد من التخصصات في الفحوصات اللي هي تصير وطبعا تكون مجانية، وبحيث أن نحاول كذلك نشرك المؤسسات الصحية أنها متى ما ثبت هناك في مثلا قصور في النظر أو غيره على طول نحن ممكن نساهم بإيجاد مثلا البدائل والحلول. وطبعا الجزء الثالث والأهم اللي هو الركيزة الأساسية في برامجنا اللاعب وكل ما يتعلق باللاعب، فصار في جانب صحي جانب رياضي وبعدين التعامل مع الأسرة. كيف تستطيع الأم والأب أن يتفهم صعوبة الإعاقة الذهنية اللي خاصة بابنه أو بنته وكيف يتعامل مع الضغوط النفسية؟ فنخصص برامج اللي هي خاصة تعنى بتمكين الأسرة في التعامل مع ذوي الإعاقة الذهنية كذلك. وهذا اللي مطلوب صاحب السمو، أنه الأسرة يجب أن تشارك ويجب أن نقف نحن مع هذه الأسرة من الناحية النفسية. بالضبط. أعزائي المشاهدين، الإحصائيات والأرقام هي اللغة التي تعكس الواقع وتظهر حجم كل قضية وتفاصيلها. لنشاهد معكم بعض من الأرقام التي تختزل حال ذوي الإعاقة في السلطنة.
أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية، نكمل حديثنا. الأخ حمود، خلينا نقول إن المعلوم أنه من شوية كنا نتكلم أن وزارة التربية أيضا شريك معنا، خلينا نقول عن القطاع الخاص، هل هو شريك؟ هل يجب أن يكون شريك؟ لأنه هو جزء من هذه المنظومة المجتمعية الموجودة. صحيح، وما في شك، هو دائما العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة هو عمل تكاملي. نعم، والتكامل هنا يكون بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة. وحقيقة القطاع الخاص يعني في السنوات الأخيرة يعني بذل مجهود يعني كبير، وتوجد حقيقة فعلا شراكة حقيقية بين الوزارة، وزارة التنمية الاجتماعية، وبين القطاع الخاص. نعم، يعني ما يقارب أكثر من 4 مليون ريال عماني ساهم بها مؤسسات القطاع الخاص لدعم المشاريع الخاصة في مجال الإعاقة. حلو. من ضمنها طبعا إنشاء مراكز، مركز للتوحد. صحيح. راح يكون، وفي مركزين، مركز في مسقط، ومركز في صحار، وأيضا وحدة ثانية في صور. الأجهزة التعويضية، هذا فقط ببرامج اللي لها علاقة مع الوزارة. هناك أيضا له مجهودات طبعا أيضا مع الجمعيات الأهلية. نعم. وبالتالي طبعا عدد كبير من القائمة كبيرة حقيقة من الشركات، لأنه ما أريد أذكر أسماء لأنه حقيقة صعب. نعم. أني أخاف أني أنسى حد، لأن أكثر عن يعني شركات، ولكن هي من كبرى الشركات طبعا. هذا جهد يقدر، وهي يعني ربما هم ينظرون لها أنها هي مسؤولية اجتماعية. صحيح. تجاه الوطن وتجاه المجتمع، ولكن إحنا كوزارة حقيقة ننظر إلى أن هذه لفتة طيبة وبادرة ممتازة، وندعو حقيقة إنه الشركات الأخرى التي لم تبادر أن تبادر. نعم. ويعني في تقديم الخدمات الاجتماعية لأشخاص ذوي الإعاقة أو أي فئة من فئات المجتمع التي تحتاج إلى مساندة. نعم. لأنه بالفعل في مجالات ما زالت ناقصة، ومجال. نعم. بالفعل على الشركات العالمية والشركات الكبرى في عمان. نعم. يجب أن تساهم. أن تساهم. نعم. أيضا الجمعيات، لا ننسى دور الجمعيات أيضا، هي حقيقة يعني شريك أصيل، يعني جمعية الأمل أو جمعية العمانية المواطنة أو الجمعيات الأهلية. نعم، العاملة في مجال الإعاقة عندنا 7 جمعيات تقريبا. سبع جمعيات. هذه الجمعيات أيضا تبذل مجهودات، لكن أيضا إحنا نأمل حقيقة من الجمعيات يعني أن يتعظم دور هذه الجمعيات، بمعنى أنه يعني عندنا مثل في التعاضد وفي تغيير أيضا سياسات الجمعيات. يعني أغلب الجمعيات الآن تشتغل على جزئيات توعوية، برامج توعوية وبرنامج ربما دعم مساند، لكن يعني عندنا مثلا الجمعية الأخيرة اللي تم إشارة اللي هي جمعية داون، متلازمة داون، وعندنا أيضا الجمعية العمانية للتوحد. مثل هؤلاء الجمعيات يحتاج أيضا يبدوا يفكروا في تقديم خدمات التأهيل. صحيح. لأشخاص ذوي الإعاقة، لأنهم مؤهلين وهم أغلبهم أصلا أسر لمثل هذه الحالات. فإما أنهم يتبنوا من خلال إنشاء مراكز تتبع الجمعيات، خاصة وأنهم علاقاتهم مع القطاع الخاص جيدة، والقطاع الخاص يعني أيضا ما مقصر ويدعم هذه الجمعيات، أو من خلال فكرة شراء الخدمات من المراكز الخاصة أيضا من واقع التمويل اللي يحصلوا عليه من القطاع الخاص. هم ما مقصرين، ولكن يعني يحتاج أن السياسة أو الاستراتيجيات للجمعيات أيضا تتجه اتجاه آخر يعني. وهذا سيد فيصل اتهام لنادي الأمل أنه يختص جمعية الأمل. قال مسكين حمود اتهام، ما بس ما علينا. أنه فعلا نادي الأمل، جمعية الأمل، جمعية الأمل في نادي الأمل. نادي. نعم. نادي. نعم. الأمل. نعم. أصحاب الإعاقات الأخرى يقولوا أنه غير مسموح لهم لدخول هذا النادي أو استخدام المعدات أو استخدام النادي يعني كنادي لهم أيضا. من وين تبيني أبدأ؟ من أي مسموح لك؟ يمكن الشيء بالشيء يذكر. في يمكن قضية دور القطاع الخاص اللي ذكرها الأخ حمود. من واقع الجمعية نحن نحتكي بالقطاع الخاص، ويمكن بفضل الله وبفضل كذلك تعاون المؤسسات كلها نلقى دعم كبير من هذا. بس شيء واضح كان أساسي أن القطاع الخاص في سلطنة عمان يعني ما من كبر حجمه، ومعظم هذه المؤسسات نحن وغيرنا تروح تقريبا لنفس المؤسسات هذه. أيه. فهم دائما يشبهوها بالكعكة اللي كل واحد يريد ياخذ يتقاسمها. صحيح. وتبقى المؤسسة اللي هي تدعم في حيرة. صحيح. وأحيانا يصير أن الواحد يركن إلى أنه تعود
على أنه يدعم مؤسسة معينة لسنوات طويلة، والمؤسسة هذه صارت كذلك معتمدة بشكل كبير على هذا الدعم، وكما يقولوا خلاص يعني ضمنت هذا الدعم وقل الاعتماد على أنها تبحث عن مصادر أخرى. بالضبط. المشكلة في التعامل مع القطاع الخاص من منظور المؤسسات اللي هي الجمعيات، أن نحن بشكل عام كجمعيات نفتقد مهارات التسويق بشكل عام، وهنا نجي للخبرات الموجودة. فالشركات تعمل بطريقة مهنية، بمعنى أنا أحترم أنك جمعية مسجلة إلى آخره، بس حاول أنك تسوق قضيتك بطريقة تقنعني. صحيح. وهنا الشطارة، ونحن نتكلم على مجال نفسي كبير. وبعطيك مثال، يعني نحن لما نتكلم، أنا لما أتكلم مع شركة، أكبر غلط صار أني أنا أكتب خطاب أوجهه للمدير العام وأقول دعم لرعاية. هذه اللغة صارت مستهلكة. صحيح. أما لما أنا أقابله الشخص وأرسل للفريق، وأحيانا أصطحب معاي حد من صاحب القضية وخلي هو أو هي يتكلموا، تبدي تلعبي على الجانب النفسي، توصل لدرجة أن تخلي الشخص بدون يقول كيف ممكن أنا أساعدك، ولدرجة نحن نقول بنرجع لكم ببعض الأفكار. صار في كذلك رقي في موضوع التعامل مع القضايا هذه، صارت الشركات خاصة الكبيرة تقول طيب بدل ما تطلب مني رعاية لبرنامج معين، جيب لي فكرة مشروع يكون مستدام يخدم الجميع. وهذه مهمة جدا لما نحن ننشغل ببرامج مثل ما قال أستاذ محمود، ندخل في مواضيع اللي هي تشيل شوية عن كاهل الوزارة الحكومة. أو الحكومة. صحيح. لكن في جانب كذلك مهم اللي نحن نفتقره بشكل عام، اللي هو جانب التخطيط الاستراتيجي اللي يخدم معظم الأشخاص اللي ينتسبوا، هم كذلك يأخذهم اللي هو دافع الاهتمام بالقضية. صحيح. ولكن كثير منا يفتقر لمهارة التخطيط الصحيح، وهنا كان دائما النقاش قضايانا مشتركة، خلونا نجتمع بدل ما نتنافس فيما بيننا. صحيح. نضع خطة عامة واستراتيجية عامة، وبعدين كل واحد منا يقتبس ويأخذ من هذه الاستراتيجية بما يتناسب معه. هذا اللي بغيت أنا أجمله. فيما يتعلق بالمنشآت اللي هي خاصة، هناك حديث طويل. إذا نحن نتكلم على تعزيز زيادة الاستثمار في المنشآت أو النشآت اللي هي الخاصة بالقضايا، البعض يرى أنك أنت تعزز من ثقافة العزل بدل ما تعزز من ثقافة الدمج. لكن الواقع هو كالتالي، أن نحن اليوم لما نتكلم على أي فعالية أو أي معسكر نريده، نحن يكاد يوصل للحال أن نحن إذا كيف المصطلح اللي ممكن أجيبه بطريقة يعني اختيار، نحاول قدر الإمكان أن نأخذ مثل ما يقولوا ننتهي، كأن الواحد يستعطف أن الشخص أنه يا جماعة محتاجين هذا الملعب عندنا إلى آخره. وعادة ما نكون في أدنى جدول الأولويات، فبطبيعة الحال أنا ما ألومهم، هذا مجمع أو هذه مدرسة عند الآخرين، بس هذا الحراك بدأ يتغير. فأحيانا فعلا ما في ضرر من أن تكون هناك مساحات خاصة للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية مثلا، وبشكل عام اللي تعطيهم مساحات يمارسوا رياضات أو مسؤوليات معينة. فلما نتكلم أنه أحيانا صار أنه البعض يرى أن ماذا منح صلاحية مركز معين هذا خاص فيني أنا. صحيح. وهذه للأسف كذلك نحن ثقافة لازم تتغير. نفس الشيء نحن دائما يعني مرات أنا تطلب مني جمعية مثلا تقول يا جماعة عندكم قاعة، نحن ما عندنا، نحن تونا جمعية جديدة باغي نجتمع ما عندنا قاعة، نقول انفضلوا عندنا نحن في عندنا قاعة. يا جماعة هل عندكم خبرة في هذا المجال؟ وأنا من بين الناس اللي طالبت دائما كل جمعية تمتلك من الخبرات في مجال معين، وتكون هذه الخبرات ناقصة مجال آخر، ليش ما يكون عندنا لقاء سنوي بإشراف من الوزارة نتناقش عن أسباب النجاح اللي أنا حققتها كجمعية والإخفاقات وكيف أتعلم من التجارب الأخرى ونكسر من هذا الجمود. بس أعتقد هي كذلك ثقافة لازم تتغير. هذا خاص فيني أنا، ما أريد حد يتدخل فيه. وبعدين يكون فيه كما يقولوا الموارد تتبعثر. صحيح. القطاع الخاص يحس أنه مشتت. صحيح. أعطي من وأخلي عن من، هذا بشكل عام التحدي. حمود، خلينا نتكلم على الإحصائيات، تبين أن 44.5% من ذوي الإعاقة يعملون في القطاع الخاص. لماذا الخاص وليس الحكومي؟ هل الجهات الحكومية لها اشتراطات خاصة؟ أم أن هناك اتفاق بينكم وبين القوى العاملة على أساس توظيفهم في القطاع الخاص؟ نعم. لا، هو القطاع الخاص يعني أول شيء أنه هو دائما المجال الخصب لاستيعاب التوظيف. ثانيا أنه القطاع الخاص يعني بدأ في قضية تطبيق إلزامية الشركات منذ وقت مبكر، يعني إذا 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 ما إذا ما خانتني الذاكرة من 2003 أو قبل، حتى 2003 تطورت النسبة فقط يعني. وبالتالي كان لزاما على مؤسسات القطاع الخاص اللي يبلغ عدد عمالها 40 عامل فأكثر أن تشغل 2% منهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكان حقيقة دور كبير لوزارة القوى العاملة أنها تلزم الشركات بتطبيق هذه النسبة متى ما كانت هناك طلبات لتوظيف أشخاص ذوي الإعاقة. أيضا وزارة القوى العاملة من الإجراءات اللي اتخذتها اللي تشجع القطاع الخاص على استقبال بأنه قالك اللي شغل اثنين من الأشخاص ذوي الإعاقة أعتبره عفوا من اللي شغل واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة أعتبره كأنه شغل اثنين من غير ذوي الإعاقة وبالتالي يزيد عنده نسبة التعميم. فهم كيف؟ فكان هذا أيضا مشجع وظلت المؤسسات القطاع الخاص تبحث عن الأشخاص ذوي الإعاقة لتشغيلهم يعني عاد سواء كان لتقديم خدمة أو الاستفادة أيضا من الامتيازات التي وضعتها وزارة القوى العاملة. هذا جانب. الجانب الثاني أنه أغلب الأشخاص ذوي الإعاقة هم في الغالب مهنيين يعني يتخرجوا بشهادات مهنية يعني مش شهادات جامعية ويعني إدارية والكلام بصنعة بصنعة فهم أصحابين صنعة فأصحاب الصنعة دائما هي موقعهم في المصانع وفي الشركات وفي كذا لكن الحكومة الآن طبعا طبقت أيضا نظام في بعض النسب ما زال فيها 2% أيضا الآن الحكومة أيضا ملزمة بتعيين 2% لذلك الآن لو نلاحظ الإعلانات الأخيرة اللي قامت تصدر عن طريق وزارة الخدمة المدنية ضمن الملحق بتلاقي في وظائف معلنة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة لأنه الآن أيضا القانون أو القرارات اللي اتخذت عن طريق مجلس الخدمة المدنية تلزم كل مؤسسة حكومية بتعيين 2% من الشواغر الموجودة عندها تبقى الإرادة تبقى الإرادة الإطار القانوني موجود بالضبط. وهذا دائما نقاش يناقش نفس الشيء إن حتى نحن يصير إن في عزوف هل العزوف إن الشخص نفسيا يرى نفسه أو ترى نفسه إن ما ممكن يحصل على فرصة متكافئة أو القائمين كذلك على منح هذه الفرصة لا يلتزموا بالمادة القانونية فعلا يفسح المجال ويكون واضح في الإعلان كذلك ان المجال متاح للجميع هذه يعني اذا نتكلم مثل ما يقولون هناك بعض بصراحة. الوزارات اللي يعني احنا نرفع لهم القبعه مثل ما صحيح. يقال صحيح. عندهم موظفين ذوي الاعاقه ويعامل كاي فرد صحيح. من افراد الاسره نفس الحقوق اللي يعني. من نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات صح يعني. بس مو خليني اسال من شويه كنا نتكلم عن البرامج والاشياء اللي تقدم هل هناك برامج اخرى تقدم لذوي الاعاقه الذهنيه نحن الإطار لما تكلمت فيه طبعاً لما نتكلم يعني لأن في ضوابط دولية نحن نوعاً ما نلتزم فيها فأنا ما أتكلم عن الرياضة فواحدة من أهم الأهداف اللي لازم نسعى لها زيادة عدد الرياضات اللي تفتح المجال أن الأشخاص ينتسبوا لها هذا في حد ذاته مجهود كبير ليش؟ لأن لازم أولاً أتفق مع الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية أبدأ أدرب مدربين أبدأ أوسع الرقعة الجغرافية للمشاركة صحيح. هذه في حد ذاتها يعني مجهود كبير واحدة من الثقافة العمل اللي بدينا نحن نأسسها في مجال الرياضة بدينا ما يسمى برنامج التدريب المستمر بحيث أنه إذا وجدت بطولة أو غير بطولة هناك مجال بشكل أسبوعي إن لم يكن شهري للشخص اللي يصنف مثلا شخص من ذوي الإعاقة الذهنية في ولايته أو في محافظته ممكن يروح بشكل دوري ويختار اللعبة اللي يريد يتخصص فيها ويمارسها فالتدريب المستمر وهذه كذلك جدا مهمة وبدأنا احنا نعززها في أكثر من 100 فرد بدأ يستفيد من هذه البرامج لما نتكلم على الجانب الصحي ذكرته هو كل ما زدنا الفحوصات اللي هي الطبية والاختبارات الطبية كانت أفضل في برنامج اللي هو ما يسمى أو يصنف تحت اللي هي المبادرات وتحت المبادرات تأتي برامج مثل الشباب والمدارس نحن مطالبين وبدينا أن نروح للمدارس ونبدأ نكلمهم عن ثقافة التعامل مع الإعاقات الذهنية وبدينا نشجع الطلبة من مستوى الثانوية أنهم يشكلوا فرق طلابية وبعد ما يشكلوا فرق الطلابية يعينوا رئيس للفريق أو رئيسة للفريق وبعدين نحن نتفق معهم إذا كانت مدرسة بنين أو مدرسة إناث نعطيهم مجموعة من الأولاد أو البنات ومدة نص يوم وهم يقوموا ببرامج وهذه تعزيز ثقافة الدمج كذلك بهدف أنه هم في المستقبل يكونوا سفراء من المجتمع نفسه صحيح. في عندنا طبعا بعدين اللي هما إعداد القيادات أو القادة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بمعنى فلان أحيل في لعبة لكن الشخص نفسه هذا ممكن نحن نزيد من مهاراته في التواصل الآخر هذا الهدف منها إن بشكل غير مباشر تأهيل وزيادة الفرص إنه في المستقبل بشكل غير مباشر إنه يلتحق بوظيفة قدر الإمكان مع إنه التأهيل في هذا الجانب هو مش اختصاصنا نحن بشكل مباشر جزء من إني أسقل مهارة الشخص
في التواصل وغيرها إنه هو يكون صاحب القضية. وارجع لنفس المثال، بدل ما يروح المسؤول عن التسويق يروح معاه، تروح مع مريم أو نجاة أو عبد الله ويتكلم بقدرات اللي يقول اسمي فلان أنتسب لهذا البرنامج وأنا لاعب حاصل على الميداليات، أنا الدعم اللي أجده من شركتكم يساعدني في تحقيق أحلامي وإلى آخره. حلو، رسالة موجهة. موجهة أنا. وطبعا هناك ما يسمى اللاعبين من صغار السن ما دون السن الثامنة، هذا كذلك برنامج خاص بالتعاون. كذلك نحن ندخل الناشئة من هذا العمر المبكر من ذوي الإعاقة الذهنية في برامجنا كذلك قدر الإمكان. بس ترى يعني ياخذ وقت، ياخذ وقت، ياخذ امكانيات والرقعه الجغرافيه اللي نتكلم عنها. نحن يعني قدر الامكان نحارب ثقافه المركزيه. صحيح. ما ممكن كل شيء يتركز في مسقط، ولذلك صحيح. الحمد لله بدينا نشهر كذلك افرع الجمعيه محافظه الظفار كذلك، ولهم يعني ترفع لهم القبعه، وكذلك اللي هي بدا مجهودات كبيره. والكلام بس انا بترك المجال للاسئله على اساس بغيت تسالني. على اساس ان عندي الدكتور منصور الطوقي بن سلطان الطوقي رئيس لجنه البراء الاولمبيه العمانيه. الدكتور منصور معنا بعد استكمالا لحديثنا عن الدور الرياضي والتمكين البدني للمعوقين. مساء الخير دكتور. مساء النور، كيف الحال؟ شو اخبارك؟ الحمد لله دكتور، تسلم لي. دكتور ايش المقصود بالبراء الاولمبيه؟ البارا الأولمبية الله يسلمك هو عبارة عن منظومة رياضية مختصة برياضة ذوي الإعاقة. أساسا بدأت مع الأولمبيات العادية، الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية وهذا، وابتدعوا اللي هو الأولمبيات الخاصة بالمعاقين فسموها بالبارا الأولمبية المصاحبة بالأولمبيات الصيفية. طيب. دائما تقام كل 4 سنوات ما بعد الدورة الأولمبية العادية تقام دورة البارالمبية. دكتور إيش هي فئات الإعاقة اللي تكون مشاركة في هذه الأولمبيات؟ اللي هو فئتين أساسيتين، اللي هي الإعاقة الحركية والإعاقة الحسية المرتبطة بالمكفوفين. فهم النوعين اللي يركز عليهم في أنواع الرياضات اللي تقدم في البارالمبية. وأيضا تم استحداث ألعاب جديدة مرتبطة بالفترة الشتوية أو الرياضات الشتوية. دكتور في دائما هناك يعني اعتراض من ذوي الإعاقة لعدم وجود أماكن أو أندية خاصة أو مكان يقدروا فيه يمارسوا فيه الرياضة. فعلا هذه مشكلة كبيرة جدا، على اعتبار انه معظم المرافق الرياضية هي مخصصة للأسوياء، فبالتالي المعاقين لما يجي يمارسوا لازم يكون في مكان مهيئ لذلك. صحيح. فالمكان لما يكون غير مهيئ فبالتالي يصعب عليهم انه هم يشاركوا، بالإضافة انه الأوقات اللي يعطوهم ما تكون مناسبة للممارسة الطبيعية للشخص المعاق. فدائما يلقوا إشكاليات المرافق، إشكاليات الوقت اللي المنظمين أو القائمين على المرافق اللي أعطوها للأفراد ذوي الإعاقة، فبالتالي المشكلة مستمرة. إذا كانت في مجمع سلطان قابوس بوشر مثلا الجماعة متعاونين بقدر الإمكان، لكن ما عندهم المرافق الكافية أنه يعطي للمعاق حقه يمارس رياضته بحيث يحقق المستوى المطلوب منه للمشاركات الدولية. دكتور كمل دكتور تفضل. حتى على مستوى الأندية، لأنه الأندية أساسا تعاني من عدم وجود المرافق، فكيف في توفير مرافق خاصة للمعاقين؟ فالمشكلة متنوعة ويعني متشعبة في المجتمع الصراحة. بالإضافة دكتور أنه يقال أنه حتى الاهتمام بالرياضة المعوقين، مثل ما قلت هناك رياضات إعاقة معينة اللي يتم الاهتمام فيها، وفي موسمية أيضا لهذه الرياضات. في الختام بشكل سريع دكتور، ما عندنا معاهد ولا عندنا أندية تدريب خاصة للمعاقين صح إلى الآن؟ بالضبط. الحين لما ننظر للمعاهد التربية الخاصة المنتشرة، في ناس مختصين يهتمون بتعليم المعاق وتدريبه وتنميته وتنمية قدراته، لكن لما نيجي للجانب الرياضي
نلاقي انه ما في مكان ممكن تأهل انت المدرب الرياضي. على سبيل المثال جامعة سلطان قابوس قسم التربية الرياضية عندهم مقرر واحد بس للمعاقين، ولكن يحتاج إلى مقررات مكان آخر لتأهيل القيادات بحيث يمكن يقدموا خدمة ذات جودة للمعاقين في البلد. لو واحد عنده مثلا معاق وده يتدرب او يوديه ليمارس رياضه معينه، نلاقي المدربين الموجودين غير مؤهلين للعمل مع المعاقين. وهذه قضيه كثير مهمه، انه اذا كان الاسوياء عندهم مدربين فكيف بالنسبه للمعاقين؟ المفروض يكون عندهم مدربين اعلى مستوى ومؤهلين للتعامل معهم. دكتور منصور بالسلطان طوقي، رئيس لجنه البرا اولمبيه العمانيه، شكرا جزيلا لمداخلتك معنا. شكرا دكتور. حمود، احنا استمعنا لجزئية الاهتمام البدني او الرياضي، خلينا ندخل التنمية الاجتماعية، ايش قدمت من برامج تأهيلية لهؤلاء الاشخاص وبرامج تدريبية؟ طبعا دور الوزارة التنمية الاجتماعية هو دور يعني يعنى بقضية التأهيل، بمعنى انه هذه الحالة بعد ما تكتشف وبعد ما يتم تشخيصها يأتي دور الوزارة في المراحل السنية الاولى لتأهيل الشخص ذوي الإعاقة. والتأهيل طبعا كما قلنا انه احنا يعني نقوم فيه من خلال مراكزنا، المراكز الحكومية، او من خلال المراكز الأهلية، او من خلال المراكز الخاصة ايضا المدفوعة التكاليف من قبل الوزارة، الى جانب تقديم الخدمات المساندة اللي قلنا عنها اللي هي مثل الأجهزة، وايضا في بالنسبة ايضا في بعض التسهيلات مثل اصدار مواقف مواقف سيارات الاشخاص ذوي الاعاقه ايضا، حتى ايضا بحيث انه يكون هناك لهم مواقف خاصه. كذلك ايضا مساله ترجمه لغه الاشاره ايضا، وهذه ايضا نستخدمها سواء كان الان في نشرات الاخبار او في بعض البرامج التلفزيونيه، الى جانب ايضا ترجمه في المحاكم، ترجمه في مثلا مراكز الشرطه في الادعام العام متى ما تطلب اي جهه تطلب من الوزاره ان يوفر لها مترجمين، ايضا نقوم بهذا الدور، بجانب أيضا الدور اللي تقوم فيه طبعا الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية. أعزائي المشاهدين، ذوي الإعاقة هم جزء من نسيج هذا المجتمع. لنتعرف على رأي الجمهور في قضيتنا الليلة ونتابع سويا الاستطلاع التالي. أفضل دمج المعاقين مع الأصحاء. نعم، بس راح تكون في حساسية بعض الشيء ما بين الذين لا يوجد لديهم إعاقة ما بين ذوي الإعاقة. تأهيلهم ودمجهم مهم جدا جدا. دولتنا الحمد لله دولها قدمت الكثير وما زال عندها الكثير، فهي قدمته، لكن نحن نطلب من حكومتنا الرشيدة أن تقدم أفضل من الموجود. والله الاهتمام ما بشكل كبير في الدولة، فنطمح أنه يكون في اهتمام أكبر عن كذا لذوي الإعاقة. في اهتمام بس ما الدرجة اللي نتمناها. ما هي التحديات التي تواجهكم وكيف تستطيعون التغلب عليها؟ نحن سمعنا أنكم تقدروا تستطيعوا تتغلبوا على بعض المشاكل، فنستفيد منكم. يمكن أمورهم طيبة. إذا تسمحي لي بس يمكن نفس السؤال بس نوسع الـ دائرة اللي يواجه التحدي هذا. نعم، نحن كجمعية نواجه تحديات بشكل مباشر، وهناك في دائرة اللي هي معنيين بقضية الإعاقات. نعم، فإذا تسمحوا لي يمكن أجملها، نبدأ بنفس الشيء اللي هو أعتقد ضعف التخطيط الاستراتيجي اللي مبني على منهجية تختص بموضوع لنا. نعم، هذه جدا مهمة. هذه ضروري، ولازم تتكافت الجهود بين الهدف بين القائمين في وزارة التنمية الاجتماعية من ناحية الإشراف، وكذلك الإشراف على أن فعلا الجمعيات في هذه الجوانب تكون الوزارة قدر الإمكان
تستثمر على الأقل الوقت في تخصيص دورات وورش عمل لهذه القضية، وتكون بشكل جماعي ما تكون بشكل فردي على أساس ما تتبعثر الموارد. اللي تفضل فيه الأستاذ حمود أعتقد واحدة من أكبر التحديات اللي تواجه كذلك المجتمع، أعتقد اللي هو الوعي المجتمع بقضية الإعاقات الذهنية ودور الإعلام والرسالة الإعلامية. بأمانة أنا أعتقد أن اليوم كم مكان سواء في المجمعات أو غيرها نحن نشوف أو نسمع أو نحس برسالة إعلامية مكررة مكثفة بقضايا تمس المجتمع فيما يتعلق بالإعاقات، سواء زواج الأقارب أو غيره. صحيح. ما موجودة. وهل هذا العبء اليوم يكون مفروض فقط على وسائل الإعلام اللي هي المسموعة والمقروءة وغيرها والمرئية أو المجتمع؟ طيب من اللي يحط هذه الاستراتيجية؟ صحيح. من اللي يحطها في الإعلام؟ ضعف الإعلام بيأكد على نفس الجانب. السؤال هو نحن نتكلم على جيل هو واعي متعلم لكن متأثر كذلك بموروث ثقافي. صحيح. هو طاغي. صحيح. كذلك. صحيح. لا زالت الأسر اليوم تؤكد أن لا والله إذا خرجت أو خرجت عن هذه الدائرة إيش بيقولوا عن الناس إلى آخره. صحيح. المشكلة مش فقط في زواج الأقارب، اليوم الأمراض اللي موجودة كانت تكون وراثية وغيرها ممكن تكتشف من خلال الفحص المبكر. صحيح. كيف نتعامل مع ثقافة تعزيز الفحص المبكر دون ما يكون هناك فيه يعني محاذير أن والله إيش بيقولوا عن الناس وغيرها. صحيح. نتكلم على ثقافة كذلك التحدي بالتحاق المتطوعين بين المتطوع وبين الشخص اللي يكون موظف والإدارة، هذه كذلك جدا مهمة محتاجين توافق فيها. لاحظنا كذلك من خلال عملنا نحن كجمعية إن مفروض إن يكون في إعادة نظر في بعض التشريعات والقوانين اللي تحكم عملنا نحن، فلاحظنا إن أحيانا هناك قوانين عامة متروكة لمحكومية التعامل مع الجمعيات في أمور مختلفة في العمل المؤسسي، هذه محتاجة كذلك إعادة النظر فيها على أساس يكون في تمكين فعلي يتناسب مع التحديات اللي موجودة في المستوى الإداري. التسويق والتسويق والتسويق لقضيتنا في التعامل معها جدا مهم. الوسائل الحديثة في التسويق مفروض كذلك نستوعبها. الوسائل الحديثة توصل أسرع من أي شيء. والتسويق اللي يلعب على الجانب النفسي اليوم على أساس نتأثر بقضية، شوف الفلوس اللي تنصرف من قبل الشركات لتسويق بضاعة معينة. صحيح. يلعبوا على الجانب الحسي والنفسي. صحيح. على أساس فما بالك بقضية كبيرة ومهمة كقضية الإعاقات. وأعتقد القضية يمكن أختمها في هذا الجانب اللي هو ما بعد التأهيل. المراكز اللي موجودة معظم الأسر تعاني من قضيتنا ما بعد سن 14 سنة أو 16 سنة. صحيح. ماذا يحصل؟ شكرا لهذه المراكز اللي موجودة بس ما بعد هذا وين يروح الشخص أو وين تروح البنت؟ صحيح. واختمها أنه كل قضايانا اللي نتكلم عنها لازم ندرك واقع يمس سلطنة عمان أو غيرها. نحن نتكلم على قطاع احتياجاته ومتطلباته مكلفة جدا. صحيح. مكلفة، فدائما القرار بين هو استثمار. صحيح. هل هو استثمار أم تكلفة؟ صحيح. يعني سواء في الأجهزة سواء في المرافق سواء هي تكلفة، تكلفة فعلا بس هي في النهاية استثمار. هي استثمار فلما تتغير النظرة. صحيح. هي استثمار للمستقبل. صحيح. استثمار سواء في الجانب المادة الإعلامية التسويقية. صحيح. المنشآت وغيرها. صحيح. بتقلل من نسب هذه اللي هي مخيفة أحيانا. صحيح. ممكن تكون. صحيح. كذلك شكرا. سريع حمود، إجابة سريعة. تعدد، سامحني السيد، تعدد هذه المؤسسات والمراكز، قالها السيد في البداية إنه فعلا كثير منهم لما يطلبوا دعم يصير في تشتت. هل هذه تعدد المراكز والمؤسسات فعلا سبب التشتت في تقديم الخدمات؟ نعم، هي حقيقة احنا في السلطنة يعني مقارنة بدول أخرى لا زالت الأعداد مقبولة، لذلك يعني الوزارة أصلا يعني ما تنتهي مسألة التوسع في الجمعيات التخصصية اللي تعنى بقطاع الإعاقة. يعني أنت تتكلمي عن 7 جمعيات يعني وكل الجمعية ماخذة جزء متخصص أصلا يعني، فما عندنا هذاك التشتت الكبير. ولكن كما قلنا كما تفضل صاحب السمو اللي هي مسألة غياب الاستراتيجيات الواقعية المدروسة السليمة لعمل هذه الجمعيات التكاملية فيما بينهم. الآن طبعا الوزارة ضمن استراتيجية عمل الوزارة اللي الآن طبعا راح يعني في طور المناقشة داخل الوزارة، لازال في محور خاص يخص قطاع الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لامس أغلب التحديات القطاع الإعاقة، وبالتالي وضع بعض الحلول وبعض المقترحات لمسألة التغلب عليها. ويمكن الشيء يذكر اللي هو مسألة التدريب، يعني أيضا من ضمن المتطلبات أن يكون هناك يعني زي مثل المركز، مركز تدريب شامل للتأهيل، بمعنى أنه
سواء كان شخص يريد يشتغل في قطاع الإعاقة، سواء كان شخص يحتاج أنه يتطوع في مجال الإعاقة، يجب أن يخضع للجزء التدريبي التخصصي. يعني أيضا التطوع يعني يفترض أنه في راح يمارس عمل، وبالتالي يمارسه يحتاج يسبقه التدريب حتى يمارسه مبني على أسس، مبني على أسس. يعني ما بس فقط يجي من برا وأنا بتطوع في مجال الإعاقة وبالتالي تعال وبعدين يعني طيب مو أسوي يعني صحيح. فلا، هو حتى التطوع يحتاج يسبقه تدريب. فهذه الأمور كلها إن شاء الله نتمنى أنه يعني تتحقق من خلال الاستراتيجية إن شاء الله. إن شاء الله. معنا اتصال هاتفي مع الأستاذ علي بن محمد جعبوب، باحث في مجال ذوي الإعاقة. أهلا وسهلا أستاذ علي. أهلين دكتورة منى، أهلا وسهلا، شاكر لكم هذه الاستضافة، وأسأل الله أن يقدم ما هو مفيد في هذا المجال. شكرا كثير. من صميم أبحاثك اللي عرفناها واهتمامك بذوي الإعاقة، هل تجد أن ذوي الإعاقة يحصلون على تأهيل مناسب؟ هذا هو المطلوب والمأمول؟ والله بداية دكتور اسمحي لي طبعا كبداية أني أشكر كل الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في تقديم الخدمات، نعم، سواء التأهيلية أو التربوية أو الخدمات الصحية لخلال ذوي الإعاقة، ونحن فعلا قطعنا شوط لا بأس فيه، نعم. ولكن هذا ما يمنع أن نسعى أن نكون الأفضل صحيح. في هذا المجال صحيح. ومن أجل ذلك من تجربتي وأبحاثي لابد أن نقيم الوضع الراهن وتحديدا أهدافنا، بمعنى آخر معرفة وين وصلنا حاليا في هذا المجال صحيح، مجال ذوي الإعاقة، وأيضا وين نحب نوصل، وكذلك وين نريد أن نكون في المستقبل القريب صحيح. عن طريق طبعا هذا يتحقق عن طريق خطط قريبة المدى وكذلك خطط بعيدة المدى، نعم. وكذلك لابد من تحديد أهداف واضحة قابلة للتطبيق والقياس. أنا قبل شوية استمعت إلى إن في خطط إن شاء الله حاليا في وزارة الاستراتيجيات في وزارة التنمية قائمين على وضعها، فأتمنى أن تكون هذه الخطط قابلة للقياس والتطبيق، وكذلك أتمنى أن يشرك وزارة التنمية الاجتماعية الفئة نفسها في سياقة هذه الأهداف، وكذلك وضع هذه الاستراتيجيات والأهالي كذلك يجب إشراكهم. فعلا نحن تحدثنا وقلنا أنه أصحاب العلاقة يجب أن يكونوا متواجدين، وصاحب السمو أكد بما أنه قضية حد معين يجب أن يكون متواجد هو فيها. نعم. نعم. كذلك أختي ممكن أضيف إلى ذلك جانب آخر مهم جدا ولا بد أن أتطرق له من وجهة نظري. أيوة. وأتمنى أني أجد أجابة من ضيفكم الكريم اللي هو الأستاذ حمود الشبيبي. نعم. بما أنه ممثل وزارة التنمية الاجتماعية. نعم. الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة التي صادقت عليها السلطنة بمرسوم سلطاني رقم 161 على 2008، وهذه الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة فيها تقريبا 50 بند، ولله الحمد يعني تقريبا قطت كل الحقوق التي المفروض أنها تمنح لذوي الإعاقة. نعم. فهل نحن فعلا بحاجة إلى 8 سنوات من أجل أن يتم تفعيل هذه الاتفاقية، لأنها كثير من بنودها لم تر النور إلى الآن؟ وما هي الجهة المختصة بتنفيذ هذه الاتفاقية؟ هل هي وزارة التنمية الاجتماعية أم لجنة حقوق الإنسان؟ نعم. طيب معلش الحين من وجهة نظرك، لأنه ضيوفنا الأكارم تكلموا وقالوا الصعوبات والتحديات اللي يعاني منها ذوي الإعاقة، من خلال عملك كباحث أين تجد المشكلة؟ والله دكتورة منى طبعا هناك العديد من الإشكاليات، وللأسف صعب أني يعني أصل الوقت أني أذكرها، بس راح أحاول قدر الإمكان أني أذكر أهمها. من ضمن أهم التحديات والمشاكل اللي تواجهنا من وجهة نظري اللي هي تشتت الجهود وعدم التكاملية في تقديم الخدمات من قبل مؤسسات الاختصاص، بمعنى أنه عندنا عدة جهات تختص بذوي الإعاقة، مثلا على سبيل المثال وزارة التنمية الاجتماعية، كذلك وزارة الصحة صحيح. كذلك وزارة التربية والتعليم، فهنا قد يسبب هذا في الاتكالية أحيان وكذلك غياب التنسيق أحيان أخرى. لذلك من وجهة نظري أن توحد هذه الجهود تحت مطلة عليا، أسوأ بعض الدول وبعض التجارب اللي هي مثلا على سبيل المثال اللي هي العليا لشؤون ذوي الإعاقة، هذه مشكلة. كذلك من ضمن المشاكل اللي تواجه ذوي الإعاقة هنا من واقع تجربتي في السلطنة اللي هي تمركز بعض من الخدمات المقدمة لهم في العاصمة مسقط وبعض الولايات الرئيسية، وعدم شموليتها لكل ولايات السلطنة، وهذا يشكل تحدي كبير بحكم أن الكثير من ذوي الإعاقة في ولايات وقرى بعيدة عن المدن الكبرى، نعم. فهنا قد لا تصلهم الخدمة أو يكونوا غير قادرين على الانتقال للمناطق التي فيها خدمات. لذلك أنا من وجهة نظري أنه لابد أن نسعى إلى ارتفاع رقعة الخدمات المقدمة
في جميع الولايات. شكرا. من ضمن المشاكل كذلك عدم وجود قوانين، وهذه انا اعتبرها اهم مشكله، عدم وجود قوانين تضمن حق ذوي الاعاقه في التعليم وكذلك الرعايه. يعني المفروض من وجهه نظري ان يكون هناك قانون يضمن حق ذوي الاعاقه في التعليم وكذلك الرعايه، ويلزم الاسره او الجهه الحكوميه أن يعني يكون حق هذا الطفل التعليم والرعاية. وأتمنى من وزارة التنمية الاجتماعية أن تنسق مع الجهات التشريعية لسن قوانين يكفل حقوقهم. طيب شكرا أخ علي، الحمد لله نحن غطينا هذه المواضيع، وكان جميل أن نأخذ رأيك كباحث في بخصوص ذوي الإعاقة، ونشكرك على تواصلك معنا وحديثك الشيق. شكرا حمود. نعم. تكلم عن تطبيق اتفاقية الدولية لذوي الإعاقة لحقوق ذوي الإعاقة. نعم. ثمان سنوات. ثمان سنوات هي الاتفاقية. طبعا السلطنة أعدت التقرير الأول وقدم للأمم المتحدة، والآن طبعا بصدد انتظار مناقشة هذا التقرير. بجانب هذا أيضا الوزارة خطط خطوة يعني حتى تكون أيضا مسألة فيها حيادية، عملت مذكرة تفاهم مع وقعت مذكرة تفاهم مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، حتى تكون أيضا تساهم هذه اللجنة في مسألة المتابعة باعتبارها أيضا جهة معنية بحقوق الإنسان، ورصد يعني ما هي الإنجازات، ورصد إذا كان هناك أيضا في أي تجاوزات لا سمح الله تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. ولكن الحمد لله نحن لم نتلقى أي بلاغة أو لم نتلقى أي شكوى بأن هناك أي تجاوزات خارج الحدود الاتفاقية، ولكن هي الاتفاقية أصلا هي تعنى بها كل الجهات أصلا، يعني لأن هناك فيها بنود لها علاقة بالتعليم، وبنود لها علاقة بتسهيل البيئة وتيسيرها، يعني أشياء لها علاقة بالصحة. فبالتالي هي اتفاقية لما صادقت عليها السلطنة أصبحت ملزمة لكل الجهات، ليست التنمية الاجتماعية فقط، وإنما كل جهة لها علاقة تعمل في هذا الإطار بزمية تعمل على تنفيذها وتحقيقها. يعني نعم. صاحب السمو، في نهاية هذا اللقاء خلينا نعرف تطلعاتكم المستقبلية، هل تعتقد أنه وجود هيئة تكون تحت مظلة واحدة تستطيع أن تخدم هذه الفئات جميعا؟ سبحان الله، كنت نفس الشيء بتطرق في نفس الكلام. هناك وجهة نظر أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم العديد من الخدمات، ويمكن موضوع الضمان الاجتماعي والتكافل الاجتماعي وغيره في حد ذاته يحتاج كذلك يعني ياخذ حيز كبير من 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 الوقت ومن الموارد. قضيه اعتقد تجربه كثير من الدول في اعطاء مساحه خاصه في كل ما من شان المظله اللي هي العامه لقضايا الاعاقات الذهنيه كمرجعيه في حالات كثيره، اعتقد من اطار مؤسسي تساعد كثير في كما يقولوا لملمه الشتات هذا. اليوم اعتقد لما نتكلم عن القضايا الصحيه هو من السهل ان نقول هذا الجانب يعطى لوزاره صحيح. الصحه صحيح. لكن من خلال التجربه كل ما نحن جمعنا هذه الخدمات صحيح. وصار في مرجعيه نحن وغيرنا من المؤسسات، اعتقد يصير يعني قضايانا تكون افضل صحيح. وهذه تاخذ نوع من التدرج كذلك سواء حتى في التشريعات والقوانين. فردا على سؤالك اللي تفضلتي فيه، انا في رايي الشخصي ان مرجعيه يمكن تكون واضحه، سميها مجلس أعلى الإعاقات، سميها أيا كانت التسميات، هي المرجعية في النهاية، هي مرجعية مهمة صحيح. بحيث أن نفس الشيء بعدين كل المؤسسات الأخرى تلعب دور أنها ترفد هذه المؤسسة صحيح. بالجانب اللي تحتاجه على أساس يكون في تمكين ومؤسسة تقيم الأعمال اللي تقدم بالضبط. لهذه يعني الأعمال. تخيلي أنا اليوم فعالية واحدة أسويها محتاج أنسق مع 5 أو 6 أو 7 جهات صحيح. الجهة المعنية بالمجمع الرياضي، الجانب اللي بيوفر الجانب الصحي وغيره وغيرها صحيح. هي عملية صعبة. نعم. مشاهدية، في نهاية المطاف المعاق يستحق منا كل التقدير والإعجاب لقدرته على التأقلم مع ظروف إعاقته وإقدامه على الحياة بابتسامة تعلو وجهه. نشكر ضيوفنا الكرام على إثرائهم الحوار بمعلوماتهم القيمة، كل الشكر لصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد ورئيس مجلس جمعية الأمل، والأستاذ حمود بن مرداد الشبيبي مدير عام مساعد لشؤون ذوي الإعاقة في وزارة التنمية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدية، فاصل ونعود ثانية.
أعزائي، ذوي الإعاقة ليسوا أفراد على هامش الحياة، بل إن قصص كفاحهم تبث فينا الحياة، فلا تشفقوا عليهم، بل اشفقوا على كل جسد خال من العلل وأعاقه الكسل والتراخي عن أن يسطر إنجازه بين صفوف الناجحين. لا تنتزعوا منهم حق الحياة كأفراد طبيعيين، ولنعمل معا على أن تكون أرواحنا منارة تضيء لهم الدروب المظلمة، ونساعدهم في نيل كل حقوقهم في شتى ربوع السلطنة، لكي لا يصبح الوطن منفى للمختلفين عنا. نلتقي بكم الأسبوع القادم في أمان الله. إلى اللقاء.